يقول يلا على بابك بدينا والبداية سلام، ويلا تجملني على الميقاف هذا اللي نبيه، يا مرحبا يا مرحبا ترحيبة من زالها فوق الغمام، والعود الأزرق ريحها لا نسنست مع كل عود، إعداد من حج الحرم وإعداد من صلى وصام، ترحيبة باسم تشاد تشمل كبار الوفود، عنوانها التقدير وكلام الرجال والاحترام، مضمونها الفنجال والطلي عقب القعود، حنا والياقيل حنا تشادين في الأمام، حنا خيار القوم والقوم محمود، تشاد أهلها أهل طولات وبليس ينطم، حنا شعب بيتنا واحد وتشادنا عمود، ما نتبع السراب ولا نحب الانهزام، ولا أحد وصفنا بالجبن ولا تنطحنا شرود، أرواحنا ما تتشرف ونفوسنا تحيا كرام، وجيهنا طالت فخر وفعالنا ترقى أحد، حنا بني تشتش في وقت المعارك والزحام، على ظهور الصافنات من الحدود إلى الحدود، نقدم على اللي معتدين بالسيف قصاص العظام، ونحط من جاله وجود فعلنا ما له وجود، واليوم كلنا نمشي على حسب النظام، ونفخر ليا منا دعانا الداعي وجينا له جنود، واختامها ما باقي إلا كلمتين في الختام واجب علي أقولها، والعود في عين الحسود، الله يحط الأمن والإيمان بوطننا تشاد، ويعز قايدنا ومعه دوم دام.